السلام عليكم صف الثالث. هواي من عندكم طلبوا عندي انه اشرح لكم موضوع المقارنه والتفضيل او المفاضله. فاليوم راح نشرحها بطريقه سلسه وسهله. المقارنه اول شيء تعتمد كلها على شنو؟ على الصفه. شلون نحول الصفه العاديه الى صفه مقارنه او تفضيل؟ اول خطوه عندنا اذا كانت الصفه تتكون من مقطع واحد. يعني شنو مقطع واحد؟ يعني الفظها. يعني عندك مثلا كلمه نايس، اساسا قلت نايس جزأت بيها، لا مقطع واحد. هل من اقول نايس نفس لما اقول هابي؟ طبعا لا، هابي مقطعين بين ها بي. من اقول نايس فاست شيب، تلاحظ انه انا دا استخدم كلمه واحده بدون ما اجزئها، تمام؟ فيقول إذا كانت الصفة تتكون من مقطع واحد نضيف عند المقارنة ER والتفضيل أو المفاضلة EST. nice nicer nicest. طبعا إذا كانت منتهية بـ E ما أضيف E مرة ثانية، بس أحط R و ST لأن هي already الـ E موجودة. fast faster fastest، تتلاحظون. cheap cheaper cheapest، تمام. سريع أسرع الأسرع، cheap رخيص، أرخص الأرخص. إذا كانت الصفة تتكون من مقطع واحد، أيضا من مقطع واحد، بعد إن المقطع الواحد آني تحتوي على حرف صحيح واحد، انتبه ماما، يسبقه حرف علة واحد، شو راح نسوي بهالحالة؟ يضاعف الحرف الصحيح ونضيف ER عند المقارنة و EST عند التفضيل. يعني شلون؟ يعني هسه أنا إذا تشوفون عندي هنا عندي big، أجي أنا أنت بالامتحان قول جي حرف صحيح، اللي قبله علة واللي قبله صحيح. لما نشوف علة بين صحيحين فقط بهاي الحالة ضاعف. يعني هسه إذا تجيني على كلمة cheap تقول هسه هذا مو حرف صحيح وسابقة علة، راح أقول لك لا. ليش؟ لأنه أنت عندك الصحيح وراء اثنين علة، أو لا إذا كان صحيح وعلة واحد بهالحالة أضاعف الجي وأحط ER. big bigger biggest، thin thinner thinnest، sad sadder saddest. okay. three إذا كانت الصفة تتكون من مقطعين، انتبه هسه دخلنا بالمقطعين، مقطعين وتنتهي بالواي فيقلب إلى I ونضيف ER مقارنة EST مفاضلة. happy ده تلاحظ happy كم مقطع؟ اثنين. happier happiest، pretty prettier prettiest. تلاحظ انا ايش عندي؟ اذا كان مقطعين وينتهي بالواي يقلب الواي الى اي واضيف ER عند المقارنه و EST عند التفضيل. اذا كانت الصفه طويله او اكثر من مقطعين بهالحاله انتبه ماما، هاي انا بهاي الحاله ما راح اضيف للصفه نفسها وانما قبل الصفه. اذا طالب من عندي مقارنه راح احط له more، واذا مفاضله راح احط له must. يعني شلون؟ تيجي تقرأ الصفة أنت beautiful beautiful beautiful. okay beautiful كم مقطع؟ ثلاثة. إذا كانت الصفة طويلة إذا شو راح أسوي؟ أقول more beautiful must beautiful. ما قلت beautifuler أو beautifulest لأنه ممنوع. شو تسوي إذا الصفة طويلة؟ تحط قبلها more must. attractive more attractive must attractive. expensive more expensive must expensive. دا تلاحظ انه اني اذا كانت الصفة طويلة مش دا اسوي، دا احط more و most. more مقارنة most تفضيل. الشواذ تحفظ كما هي، اهم تلاحظ دائما تيجي اللي هي الجود والباد، اهم اثنين يعني دائما بوزارة تيجي تحفظ مثل ما هي. تقول لي قاعدة وما قاعدة، ما بيها قاعدة. يقول لك good تقول له better best، اللي هي good better best. bad worse worst. far farther farthest تحفظ كما هي. الجود هواي يجيبها، شلون يجيب لك اياها؟ يقول لك fast faster good، تيجي انت عود يعني حافظها تكتب له قدر مثل ما انت كاتب لي، لا انت عندك هاي شاذة. من يقول لك fast faster good تقول له better اللي هي better. اوكي. يقول لك مثلا cheap cheapest، bad تقول له worst. لاحظت؟ فهاي ليش مهمة؟ هاي حتى يوعك بالغلط انه هو يشوف انت تعرف انه هذه من ضمن الشواذ او لا. تركز لي على هاي جدا مهمة. زين،
المقارنة بين شخصين أو شغلتين، نستخدم القاعدة التالية. أريد أقارن بين شغلتين، أول شيء أحط اسم الشغلة الأولى، هل هذه الشغلة هي جمع؟ أحط لها are. مفرد is. دا أقارن نفسي أنا بشخص معين، أحط am. يعني إذا أريد أقارن نفسي أقول I am. أي صفة مقارنة؟ أي صفة مقارنة؟ I'm smaller أو shorter than my sister. العفو، أني أقصر من أختي. شغلتين شيئين، مثلا أنا شنو أقول لك؟ علي is taller than أحمد. علي الاسم الأول is أو am أو are. علي شاخذ is taller، صفة مقارنة لازم يعني بها er، than من أحمد. بس تشوف than عندي مقارنة، بس تشوف كلمة than إذا أنا عندي مقارنة. من تشوف the يعني تفضيل، than مقارنة والذي تفضيل. قاعدة الاز از انتبهوا لي عليها جدا، الاز از دائما مو مثل الذان. الذان تريد صفة مقارنة، الاز از تريد الصفة العادية اصلها، يعني ما تريد taller، تريد tall. يعني شلون؟ اسم الاول is او are، not as الصفة، as الاسم الثاني. لازم تحفظ قاعدة حتى تعرف تطبق. تقولي قاعدة صعبة، أقول لك احفظ الجملة. يعني شلون؟ يعني قلت أنا ما أقدر أحفظ قاعدة المقارنة، أحسها مش صعبة، راح أقول لك احفظ الجملة. علي is taller than me أو علي is taller than أحمد. تعال بالامتحان قول علي هو الاسم الأول، is أو am أو are لازم أحطه. هو شنو هذا الاسم الأول؟ هل هو جمع مفرد؟ taller يعني لازم أحط صفة مقارنة، than من الاسم الثاني. تقدر تحفظ الجملة حتى تقدر تحفظ القاعدة. والاز از كذلك، الاز از لازم بيها not الاسم الاول، is او are، not as الصفة، as الاسم الثاني. يعني the night isn't as beautiful as the dawn. The night okay isn't as beautiful as، ما قلت اني more او most beautiful. ليش؟ لان اني بالقاعدة يقول لي الصفة اللي الاز الصفة نفس ما هي، يعني as الصفة as والتكملة. تمام؟ يعني the night isn't as beautiful as the dawn. جملة: phones are less expensive than tablets. Rewrite the sentences. أعد كتابة الجملة، أسويها هم مقارنة بغير صيغة. شو راح أقول؟ لما اني اريد اقول هسه يقول لي التليفونات اقل رخص، انا اريد اقول له اريد اقول له تابلت اغلى، شلون راح اقول؟ راح اقول الاسم الاول جمع، هو طبعا اس، اذا احط ار مور اكسبنسيف ذان منو الاسم الاول اللي هو فونز. ايش صارت؟ التابلتات اغلى من الفونز، التليفونات كانت التليفونات اقل رخص من التابلت، واني عكستها للجملة. اثنين: which is فراغ cleverest student in the class. منو هو من حط له ESC؟ يعني ذي المقارنة تقارن بين شغلتين. التفضيل اللي هي ESC طبعا ما شرحت قاعدة التفضيل لأنه مهمة وما تجي، لكن المهم اللي تعرفه أنه بالتفضيل يفضل شخص واحد على مجموعة معينة. يعني أفضل طالب على صف، أفضل نفسي على أخوتي، أفضل مثلا شركة على جميع الشركات، مدرسة على كل المدارس. هذا معناها انت ايش تسوي؟ تفضل شيء على مجموعه من الاشياء يسموها مفاضله. المقارنه لا، لما اجي اقارن بين مدرستين، المدرسه الفلانيه احسن من المدرسه الفلانيه، ايش سويت؟ سويت مقارنه بين مدرستين. بس لما اجي اقول فلان مدرسه احسن من كل المدارس، معناها فضلت هاي عن الكل. عرفنا شلون؟ which is فراغ cleverest student in the class. دائما بالمن نشوف est لازم يكون عندك the، لازم شو يكون عندك the. صح الموز تجي ويا ال مع ال est، لكن لما تكون صفة طويلة أو تتكون من شنو؟ تتكون من أكثر من مقطعين أو ثلاث مقاطع تكون. إذن which is the cleverest students in the class، من هو أشطر طالب أو أذكى طالب بالصف؟
راح يكون الطالب الفلاني. فتحط ببالك إذا عندك مقارنة comparative وعندك superlative اللي هي المفاضلة، مو المقارنة ER تضيف، التفضيل EST. دائما ويا المقارنة كلمة than، دائما ويا المفاضلة the. إذا كانت الصفة أكثر من مقطعين إلى ثلاث مقاطع more، التفضيل must. حتى تحفظها بصورة تدريجية، مقارنة ER تستخدم وياها than، إذا كانت الصفة أكثر من مقطعين more، مفاضلة اللي هي تفضل شخص على مجموعة من الأشخاص أو شيء على مجموعة من الأشياء، نستخدم EST دائما يكون وياها the، وإذا كانت صفة أكثر من مقطعين نستخدم وياها الموست. طبعا وأيضا بعد أكو هواي أسئلة وزارية راح أحل لكم إياها بالملزمة المراجعة المركزة مالتي بمحاضرة ثانية إن شاء الله. فهيك أكون ختمت موضوع المقارنة، هو موضوع جدا سهل وهواي من عندكم قالوا لي مستر ريد موضوع المقارنة، فهو هذا الموضوع. إذا عندكم أي سؤال كتبوا لي بالكومنتس هاي إن شاء الله. وشغلة ثانية اللي يريد ينضم على قناتي بالتليجرام اللي هي أيضا أنا دا أشرح بيها أو مراجعة للمادة كلها راح تلقوها في صندوق الوصف، وأيضا راح أكتبها بأول كومنتس اللي يريد يدخل عليها. So I will stop here dear students and bye bye.